السلام عليكم يا سادة يا كرام، حلقة جديدة بندور فيها مع بعض على حدوتة من حواديت السيرة المصرية. والنهاردة يوم العجة والبصارة، اللحظة اللي المصريين انتصروا فيها على ظلم الحاكم بالعجة والبصارة. ما تستعجبش وما تستغربش، حضراتكم عارفين ان الشعب ده شاف كتير على مر العصور، وياما سمعنا قصص من بطن الشارع المصري عن الفهلاوة والحداقة واللطافة والزكاوة، وازاي اهل مصر بيستخدموها للخروج من المواقف الصعبة. يعني لما ترجع بالزمن لورا شوية وتيجي تدقق كده في تاريخ نضال الشعب المصري ومواجهته للظلمة أو الظلم أو الاحتلال، هتلاقي طول الوقت كان في حيلة، كان في لعبة، سواء الكمائن اللي كانوا بيعملوها العساكر الإنجليز، أو قشر البطيخ اللي استخدموه علشان يغرقوا سفن الحملات الصليبية، أو اختصار الكلمات واللعب في حروفها اللي استخدمها المصريين وقت المماليك لما كانوا بيمنعوهم من الكلام. الخير هنا موجود في زكاوة المصريين، احنا شعب ممكن يكون فيه كل العبر، بس لما مصر بتحتاجه بيتحول ويبقى حاجة تانية خالص، لحد يقدر يصده ولا حد يقدر يمنعه من الكلام علشان خاطر البلد دي. يعني في مرة من زمان قوي كده، وتحديدا وقت الحكم الفاطمي المصري المحروسة، الشعب المصري عانى كتير، بس على مين؟ الشعب المصري طول الوقت كان عنده زكاوة للخروج من كافة الكوارث، بالإضافة إلى إنه كان شعب ساخر بطبعه. وبقول كان عشان دلوقتي الإفيهات بتاعت الفيسبوك دمرت ذكاء النكتة المصرية، حولتها من سلاح إلى مجرد لبانة تتمضغ شوية وسكرها يخلص وتنتهي. المهم الفاطميين حاولوا السيطرة على المصريين بكل الطرق، يقفلوا باب للكلام الشعب المصري يفتح شباك، يقفلوا الشباك الشعب المصري يحفر نفق، المهم المصريين هيفضلوا يتكلموا ويدافعوا عن بلدهم. طب ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، انت طبعا عارف ان المصريين من اول دخولهم الاسلام وهم على المذهب السني، ولما الفاطميين دخلوا مصر وحكموها حاولوا يفرضوا المذهب الشيعي علينا، وعينك بقى ما تشوف الا النور، بدأت لعبة القط والفار ما بين الحكام الفاطميين وما بين المصريين. والتاريخ طبعا علمنا انه اي حاجة تتفرض على المصريين من فوق دون قناعة وايمان منهم ما بتكملش، بتموت. ومن هنا بدأت عملية مقاومة كبيرة ضد فرض المذهب الشيعي في مصر. الامراء الفاطميين عملوا كل حاجة من قهر وتعذيب علشان يفرضوا نفوذهم وينشروا مذهبهم، وبالتالي المصريين كان لازم لهم طريقة مبتكرة للاحتجاج او الاعتراض. ما هو المصري لو ما نفذش عن نفسه بكلمتين يطق يموت، يعملوا ايه بقى؟ بص يا سيدي، الفاطميين منعوا الخطباء في المساجد يتكلموا في الموضوع ده ويعترضوا، بس الخطباء لقوا طريقة تانية للكلام، بدأوا يعملوا قصص رمزية فيها إسقاط على الواقع، وبدأوا يحكوا للناس قصص من السيرة النبوية ومواقف عن الصحابة، وبدأت هذه الخطب تبقى سلاح في وش الظلم الفاطمي. لكن بعد شوية الأمراء فهموا الحدوتة، عرفوا اللعبة وطلعوا أوامر بأنه مفيش كلام تاني في الماضي ولا سيرة ولا حاجة. يعمل إيه المصريين بقى؟ بص وشوف اللعبة. في مسجد بالمساجد المحروسة طلع خطيب للجمعة على المنبر وبسمل وحمد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وهب فجأة بدأ يخطب في الناس عن طبق البصارة، وقال البصارة يا عباد الله من أفضل الأطعمة لتقوية المؤمن، وتصنع البصارة من فول مجروش وتنقع في ماء ثم تدق في ماجور. وفضل سيدنا الشيخ الخطيب يكلم الناس من فوق المنبر عن البصارة والعجة والفرق ما بين طريقة عملها في مصر وأي بلد تانية، وإزاي إحنا عندنا توابل مختلفة بنستخدمها ومرتاحين ليها وبنحبها والدنيا ماشية كده. الناس اللي بتصلي الجمعة تنحوا في الأول، اتصدموا، إيه اللي بيقوله الخطيب ده؟ الراجل ده اتجنن ولا إيه؟ بيقول الكلام ده على المنبر؟ بس بعد كام دقيقة ومع شوية غمز ولمز وهمهمة، بدأت الناس اللي بتصلي تفهم الخطيب قرر يكسر أوامر الصمت ويبلغ رسالته عن طريق البصارة. وصلت الرسالة فعلا، والأمراء فهموا طول الوقت وأصدروا قرار بمنع الأئمة من الحديث عن البصارة والعجة وأي أكل تاني. وهكذا معركة ورا التانية يستخدم فيها الفاطميين القوة، المصريين يستخدموا الحيلة علشان تنتهي الحرب بفوز المصريين اللي فضلوا محافظين على هويتهم ومذهبهم، خدوا الحلو من أي حد جالهم، لكن فضلوا محافظين على عقولهم وقلوبهم، علشان كده فضل الكيان مصري. أشوفكم في حلقة جديدة.